الحمد لله رب العالمين، انه ربنا انعم علي بالحريه وان اشوف بنتي وان ان شاء الله احاول ارجعها لطفولتها ولحياتها الطبيعيه ان شاء الله. فهد النصر لشعبنا الفلسطيني بكل اطيافه بكل احرار العالم، ولاسرانا البواسل في السجون، واخص بالذكر هنا الجندي المجهول في هذه المعركة، الأخ القائد جمال رجوب الذي كان معي منذ البداية في هذا الإضراب، وأيضا أهديه إلى هشام أبو هواش، وأتمنى إن شاء الله أن ينتصر